السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم حرشه بالحليب، كتجي رائعه بزاف وكنتمنى تعجبكم وتجربوها. السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه ديالي. وقبل ما نبدا بغيت نشكر كاع الناس اللي تابوناو عندي واللي دعموني باللايك ديالهم وبلي كومونتير ديالهم وشجعوني بزاف. وان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم واحد الحرشه، حرشه بالحليب. صراحه كتجي واعره، انا كنت كليتها في العروبيه، يعني ما نقولكمش زوينه بزاف. يعني انا واخا كنديرها صراحه كتصدق زوينه، ولكن هذيك الحرشه اللي كنت كليت في العروبيه يعني ما نكذبش عليكم شي حاجه زايده. المهم ان شاء الله انا غنبدا نعطيكم المقادير. عندي هنا السميده رقيقه ديال الحرشه، عندي معلقه صغيره ديال الخميره، عندي معلقه كبيره ديال السنيده، ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، ملحه، ونص كاس ديال الزيت، وعندي زعتر. والمقادير الاخرين اللي غادي نستعمل من بعد ان شاء الله غنديرها بالحليب، عندي البصله خضر يعني مقطعه هكا، والحليب، وكتزين بالزبده والعسل. انا ديك الساعه ان شاء الله تشوفوا معايا كل شيء. يلا على بركة الله غادي نبداو ان شاء الله. حنا ان شاء الله نبداو كنديرو السميدة. انا عندي هنايا تقريبا شي نص كيلو، انا ندير غير وحده صغيره. المهم على حسب غنديرها في الطاجين. المهم نتوما تبعوا معايا ان شاء الله كلشي وغتشوفوا. نديرو السميدة، انا عندي تقريبا شي كيلو ولا ربع. غادي نديرو ديك الخميره، ندير ديك المعلقه ديال السنيده، نديرو الخميره ديال الحلوه، ندير واحد بس نص معلقه صغيره، ملحه حتى هي شي معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال الملحه، صافي. وغنرملو الخليط بالزيت، عندي نص كاس ديال الزيت، والما خلاص الما باش غادي نجمعو السميدة هكا. خاصك ترا كافي تجي عاوتاني ندما بزاف بحال هكا. دابا غادي نزيد الماء، دابا انا نزيد الماء، كنرولوها غير هكا غير بالاصابع، هي مكتحتاج تدلك ولا غير هكا. ونديروها شوية خفيفة ونخليوها واحد 5 دقايق باش كتشرب وكتجي فتية، حتى في الماكلة ديالها كتجي فتية بحال هكا. نزيد واحد شوية، نبغي واحد شوية، هكا. أنا درت المقلة كتسخن، ثانية درتها كتسخن بحال هكا، هكذا كتجي خفيفة. غادي ندير واحد شويه ديال الزعتر، حيت حنا اصلا الزعتر غنديروه في الحليب، غندير غير واحد شويه. واحد شويه حيت انا باقي الزعتر غنديرو ان شاء الله في الحليب هكا. هي كتجي خفيفه،
صافي انا درت المقله كتسخن، انا نطيبها ان شاء الله وغتشوفوا معايا. انا درت الحرشه هي، دهنت المقله بشويه ديال الزبده ورشيت بشويه ديال السميده ودرت الحرشه هي. ان شاء الله ملي هذه طيب نقلبوها، نديروا شويه ديال السميده ونقلبوها. الحرشه هذه راه كلشي كيعرفها، غير السر في الحليب والمقادير الاخرى ان شاء الله اللي نزيدو معاها. المهم انا هي نخليها طيب ان شاء الله، ومني غنساليو غنفرتوها ما تبقاش هكا، وديك الساعه نكملوا ان شاء الله المقادير الاخرى. هاي الحرشه انا قلبتها، هاي كتحمرات، وانا درت الحليب هنايا كيسخن. انا نوريكم شنو نزيد عليه الحليب. انا نزيد عليه هاد البصله، البصله كامله، وغنزيد عليه هادي ديما كيتنسى ليا، غنزيد عليه الزعتر. هادي الزعتر مزيان مزيان هو مزيان فهاد الوقيته ديال البرد، وبلا كورونا فهاد الوقيته ديال البرد مزيان الواحد يكثر من هاد بحال هاد بحال حبه حلاوه، حب الرشاد، الحلبه، الثومه، بحال هادشي الصراحه مزيان فهاد البرد الواحد علاش ما يستعملوش. والزعتر المهم انا نخلي الحليب ها هو في كيسخن، تيطلق تطلق فيه ديك البصله والزعتر، وديك الساعه نكملوا. الحرشه ها هي طابت، ها هي دابا غادي نقردها حتى نفرتها وغنديرها في الطاجين وغتشوفوا ان شاء الله التكميله كامله. والحليب ها هو انا درتو كما قلت لكم، انا درتو هنايا هو كيسخن. انا هنا هو الحليب هو سخن، انا صفيتو، صفيت حليب ديك البصله والزعتر والحرشه ها هي. انا فرتت هذا في الطاجين، دابا غنكبو هذا الحليب، نكبو على الحرشه. انا غنشعل البوطه خليت تتشرب هاد الحليب مزيان، بحال هكا. خليتها تشرب هاد الحليب، ولا كان باقي خاصها غنزيدها. هاد الحليب راه ما يبقاش، راه غادي تشرب الحرشة كامل. هلا هكا هو نخليوها تتشرب مزيان وغنتلاقاو ان شاء الله. وهو الشكل النهائي ديال الحرشة، ها هو كيجا. انا راني درت زبده، طريفات الزبده هكذا من الفوق، راه مدابو. وبخصوص الا كانت زبده بلديه كيجي زوين، هو كيجي مع الزبده بلديه. ودرت شويه ديال العسل من الفوق، وكيترافق بالعسل، اللي بغى يزيد العسل كيزيد العسل. وكنتمنى يعجبكم وتجربوه، راه كيجي زوين وصحه وراحه. حتى الوصفه اخرى ان شاء الله.